ومتابعة لآخر تطورات الحالة الجوية، ينضم إلينا من هيئة الطيران المدني يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي أرصاد جوية. أهلا بك يونس. أهلا فيك أختي بثينة، أهلا جميع المشاهدين الكرام. ما هي أو ما هو المتوقع بالنسبة للحالة الجوية في الساعات القادمة بحسب آخر رصد لديكم؟ نعم، اللهم اجعلها أمطار خير وسقيا رحمة. آمين. الحمد لله ابتدأ التأثير هذا المنخفض من مساء الأمس. شهدت كل المحافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية والداخلية وشمال وجنوب الباطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة، أدت لجريان بعض الأودية، وكانت الأودية جارفة بالأمس، مثل نخل والرستاق والسويق والسمايل والعوابي. وبحسب ما تشير إليه آخر خرائط الطقس حاليا وصور الأقمار الاصطناعية، هناك غطاء سحابي جيد مع تكاثف للسحب الماطرة، والتي من الممكن أن تتلفق على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة في قادم الوقت، وفرص الهطول أمطار متفاوتة الغزارة والمصحوبة قد تكون إن شاء الله بالرياح الهابطة النشطة، قد تؤدي لجريان الأودية والشعاب على محافظات، نفس السيناريو اللي كان بالأمس على محافظات شمال وجنوب الشرقية ومسقط والداخلية، ثم تمتد تدريجيا لتشمل محافظتي شمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة ومسندم بمشيئة الله. ومن المتوقع إن شاء الله والمحتمل يوم غدا يستمر تدفق السحب على معظم المحافظات الشمالية، مع تركز في فرص الهطول الأمطار على محافظات شمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة وأجزاء الشمالية من محافظة الداخلية ومسندم بمشيئة الله. ومن المحتمل أن تعود إن شاء الله بعض المحافظات لنوع من الاستقرار في الأجواء تدريجيا، ولكن فرص الأمطار قد تكون واردة مع تدفق السحب بمشيئة الله. من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاض في مستوى الرؤية المصاحب لمثل هذه الحالة الجوية، أين سيكون الانخفاض في الرؤية أكبر في الساعات القادمة؟ بمشيئة الله الانخفاض راح يكون على كميات الأمطار الرعدية التي قد تكون والتي قد تخطل على في قادم الوقت ابتداء من مساء هذا اليوم أو الصباح الباكر على محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم. التركيز راح يكون عليها عالي خلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الغد، والتي من المحتمل إن شاء الله تكون الرؤية أقل عن 500 متر، ولكن للرجوع إلى المحافظات الأخرى الاستقرار راح يكون تدريجيا على المحافظات التي تأثرت بالأمس، جنوب وشمال الشرقية ومسقط والداخلية، على أن يعود الاستقرار إن شاء الله من مساء الغد الأربعاء. ماذا عن سرعة الرياح وحالة البحر، خاصة مع صدور عدة تنبيهات بعدم ارتياده أثناء الحالة الجوية؟ نعم، الرياح راح تكون إن شاء الله من 40 إلى 80 كيلومتر في الساعة، وذلك من السحب الركامية التي هي تكون من الرياح كرياح هابطة، وبمجرد اقتراب السحب الركامية الرعدية قد تزيد سرعة الرياح ما بين 40 إلى 80 كيلومتر. أما بالنسبة لحالة البحر راح يكون هائج الموج قد يصل إلى 4 أمتار على سواحل بحر العرب، وعلى سواحل بحر عمان قد يصل ما بين إلى 2.5 متر إلى 3 أمتار. يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي أرصاد جوية، شكرا لك، كنت معنا من هيئة الطيران المدني.